سمر السمراني وحدات التدخل ولورس الصومالي الشبيبة الرياضية بالساحل تكون على استعداد. المساعدين خرج المربع وجولة ثانية. سمر السمراني وحدة التدخل الركن الأحمر ونورس السمراني الشبيبة بالساحل الركن الأصفر. سمر السمراني وحدة التدخل ونورس الصومالي الشبيبة الرياضية بالساحل تكون على استعداد. سمر السمراني وحدة التدخل الركن الأحمر ونورس الصومالي الركن الأصفر. المساعدين خرج المربع وجولة ثانية. Thank you.
انتصر واصبح بطل تونس في وزن 48 كيلوغرام وباء الحبسي في الركن الاول. السيده اسماء